استوقفني كمان في حديث حضرتك زي ما وصفتها بالإنسانيات، وأنا وحضرتك بتتحدث عن عودتهم بأبناء الأسرة. إيه المشاهد كمان اللافتة جدا للانتباه؟ يعني الانتصار والنجاح ده بيبقى هدف وبيبقى يعني بعد مجهود واستعداد، لكن ده المشهد اللي ممكن يكون نادر ومش موجود عند يعني محاربين آخرين، وهي العمل على انه الانسانيه تكون ليها مقامها وتكون محفوظه في هذه المعركه وفي هذه الحرب. هتشوف حضرتك لما يقبل كل مصري من دول يستعد للعالم الاخر، وعنده يعني حتى كان يكره كلمه الموت، عشان كده يسميها حياه بعد الحياه او بر ام هيرو، يعني الخروج الى النهار. كان يكره كلمه الموت دهيا، ومن حبه في الحياه قال ان هناك حياه، وعرف العالم ان هناك حياه بعد هذه الحياه. يعني الى عهد السيد المسيح كان اليهود الفصيله بتاعتهم اللي هم الصدوقيون كانوا لا يؤمنون بان هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب. كانوا يؤمنون بان الارواح تذهب الى ارض اسمها ارض الظلمات، اللي هي ارض الشيول. المصري القديم عرف انه هناك عالم اخر، وان هناك حساب وثواب وعقاب، وان هناك جنه، وان هناك نار، وحتى في مقبرة رمسيس 6 تجري الصراط، وأن الجنة على اليمين والنار على الشمال، وجودة هي كلها. إيمان هذا المصري القديم كان يجعله يحفظ قانون الأخلاق عن ظهر قلب. قانون الأخلاق اللي كارين شوبرت عمدة برلين الحالية تقول كنا نعمل إيه النهاردة لو ما كانش قانون الأخلاق في مصر القديمة، كيف كان سيكون شكل العالم اليوم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. تيجي تشوفي بقى المصري اللي رايح قوات عسكرية ورايح يحارب، ايه الاخلاق التي يتمتع بها؟ تمام. لم اكن سببا في دموع انسان ولا شقاء حيوان، ولم اعذب نباتا بان نسيت ان اسقيه ماء. ايه ده؟ لم اتعالى على غيري بسبب علو منصبي، لم ارفع صوتي على غيري اثناء الحوار. ايه ده؟ ده كفايه دي ان انا ما كنت سبب في دموع انسان. يعني انا طالع بس ادافع عن بلدي، انما مش طالع عشان اعذب الناس واجعل حد يبكي مني. وتبصي تلقي يعني الحاجه الايجابيه بقى برضه في الاعتراف الايجابي بتاعه، انا كنت عينا للاعمى، انا كنت ايد للمشلول، انا كنت رجل للكسيح، انا كنت اب لليتيم، انا قلبي نقي، انا يداي طاهرتان. حافظ ده عن ظهر قلب، لان عارف ان هيقولوا امام 42 قاضي اسمها محكمه العدل الالهيه بعد وفاته. فواحد حافظ الكلام ده عن ظهر قلب ويطلع بقى يبقى شكله ايه بقى؟ كله اخلاق انسانيه، عارف 42 حاجه وحشه ما يعملهاش و42 حاجه حلوه لازم يعملها عشان حين يقابل القضاه في محكمة العدل الإلهية يبقى جاهز، يبقى صادق نقي. هيسأله من ضمن الأسئلة، هل اشتهيت زوجة جارك؟ يقول له لم اشتهي زوجة جاري. هل كذبت؟ يقول له لم أكذب. هل قتلت؟ يقول له لم أقتل. هل قتلت؟ دي مرتين القتل دي بالذات، واخد بالك؟ فلازم يبقى صادق وهو بيتكلم. فطبعا لازم ملتزم بالخلق الكريم بكل القيم دي.